يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة تستغرق يومين. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية خلال زيارته الحالية لواشنطن مباحثات مع العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين، من بينهم وزير الخارجية ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي ماك ميستر. ويطرح شكري خلال تواجده بالعاصمة الأمريكية رؤية مصر لقضايا المنطقة وكيفية تعزيز العلاقات بين البلدين.